إذا ساعدوني بقى وقت هتفوت المحاضرات اللي فاتت برضه ودي شخصية ممكن تساعدني. طيب Intended Learning Outcomes بتاعت النهارده الـ IEP بتاعت النهارده طبعا عارفين الـ IEP يعني إيه؟ طب إيه الهدف المفروض يوصلك النهارده؟ Understand the concept of operation and advantage of implementation بتاع الحاجات دي. التوت يوب دي وسيلة بدائية جدا لقياس السرعة. بتقيس الميل فيلوسيتي كويس جدا وبطريقة رخيصة. هنشوف مميزاتها وعيوبها. في منها ال 1 جي وفي منها ال 2 جي وفي منها ال 3 جي. يعني ايه 1 جي 2 جي 3 جي؟ يعني ايه الكلام ده؟ 1 جي يعني كروس سيكشن مثلا 1 جي يعني فلو اتجاه واحد اساسا الفلو ماشي باتجاه ده او ده اي اتجاه يعجبك بس هو اتجاه واحد. 2 جي يبقى كانه ماشي بورقه كده اكس وواي. 3 جي يبقى عندي اكس وواي. طيب عايز بعد كده هنتكلم على الهوت واير انمارتر. الهوت واير انمارتر ده انهي نوع من السنسورز؟ حد فاكر؟ انهي نوع من السنسورز؟ الهوت واير انمارتر. مين قال ريزيستنت؟ انت عارفين كده خلاص؟ طيب تسمع فيه اصلا. مايكل سعيد لو تظهر كتير يا مايكل هتيجي في بالك عشان ما تنساش. الليزر الاخر انمارتر ده احد طرق قياس الفلوسيتي بالليزر. هشرح لك يعني ايه ليزر وبعدها هنتكلم عنه. وكذلك البارتكل ايمج فلوسيمتري احد طرق قياس في الليزر. تمام؟ عيب قوي لو بتتخرج قسم ميكانيكا وانت ما اتعرفتش على بعض طرق القياس اللي بتتم بالليزر. هقول لك الفرق يعني ايه ليزر اصلا وبعدها هنتكلم عنه. اندرستاند وات ار ذا ليزرز قلنا كده خلاص الكلام مع الدكتور عادي. يهمني في الاخر ما تمشيش من هنا النهارده الا وانت عارف لو انا اديتك مسألة معينة بقول لك أنا عايز أقيس كذا خلاص دي كذا تقدر تطلع في الآخر وتقول لي مين من دول هستعملها. يعني لو أنا عايز أقيس مين فلوسيتي هل هروح لقياس بالليزر؟ أكيد لا. البيتوتيوب تكفي لو أنت ما يهمكش إن المين المتوسط يقينا إن البيتوتيوب تكفي صح؟ طب لو الفلو 1 دي يبقى هروح للبيتوتيوب 1 دي. لو الفلو 2 دي هروح للبيتوتيوب بتاع 2 دي وهكذا. لو الفلو 3 دي هروح للبيتوتيوب 3 دي. جميل. امتى بقى هروح للهوت واير والقياس بالليزر؟ لو انا بجيب بقى الفلكشويشنز والتغيرات دي خلاص الساعه 10 بقى هنلتزم لو سمحتوا مفيش بقى اي كلام خالص وزي ما بنعمل كل مره هديك 5 دقايق بس لو سمحتوا اقعد بقى الوقت ده يقعد لو سمحت هنلتزم بقى خلاص مش عايز دوشه خالص. نتكلم على الكوتشنج. التوتشو فكرتها بسيطة جدا بعمل فتحتين واحدة دي هتقيس مين واللي فوق هتقيس مين؟ واحدة ستاتيك بريشر اللي تحت دي هتقيس حاجة اسمها الستاتيك بريشر. الستاتيك بريشر مش معنى ستاتيك لأنه في الحقيقة المسلم كونديشن تأكد لي إن سرعة الموليكيول والتأكيد اللي عند النقطة دي تساوي سرعة الأول يعني كام؟ صفر. سميناها ستاتيك بريشر. البريشر اللي السرعة عنده بصفر. ليس ازاي؟ قالوا بعمل فتحه صغيره عند الجول وبسحب منها. طيب اللي فوق بقى دي هتقيس حاجه اسمها توتال بريشر او الاستجنيشن بريشر. بنسميه توتال او استجنيشن يعني ايه؟ يعني انا اجبرت الفلو انه يقف. هو كان اصلا جاي ومعاه سرعه. هو اصلا جاي ومعاه سرعه. لما لقى الانبوبه دي ولقى الفلو ده اجبر ان هو يقف. هعمل اسامبشن انه وقف بشكل ايسنتروبي يعني اتوماتيك ريفرسال ماشي ولا هعتمد على شكل ايه؟ شكل ده لازم يبقى سموث شويه ما يعملش ريتش غصب عني. جميل. يبقى اذا اللي تحت ده الاستاتيك بريشر اللي فوق هو التوتال بريشر. هنطبق معدل برنولي هيطلع لي انه الفرق بينهم هو اسمه ايه الفرق بينهم؟ توتال ناقص الاستاتيك اسمه ايه؟ الدايناميك بريشر ماشي. الدايناميك بريشر ده هو نص رو في الروس التربيعي. دايناميك بريشر دوت هو نص رو في الروس التربيعي. نص رو في الروس التربيعي. رو بتاعت مين؟ رو بتاع المانومتر الفلور دوت ولا رو بتاعت الفلور الاساسي اللي انا بقيسه؟ بلا بقى من التصحيح اللي انت قايل لنا الاخطاء اللي انت بتقع فيها. لما اقول لك الدايناميك بريشر نص رو في الروس التربيعي، انهي رو فيهم؟ بتاع
التحليل اللي انت بتقيسه ده اللي انت بتقيسه عيب ماشي كده؟ طيب الدلتا بي بقى اللي هي اللي انت قستها هي دي الدايناميك بريشر. الدلتا بي دي هي دي الدايناميك بريشر. طب دي بتساوي رو في جي بدلتا اتش. رو في جي بدلتا اتش. انهي رو بقى؟ بتاعت المرمية فلويد. خلاص؟ يعني اذا رو في جي بدلتا اتش حيث الرو دي هي بتاعت المرمية فلويد بتساوي نص رو في يو تربيع حيث الرو هي مين؟ بتاعت الفلويد. جميل. طيب ده لازم يكون ستاتيك فلو والا مش هاخد القرايه الصحيحه اصلا هتقعد القرايه دي تتنقط شيء طبيعي اي حاجه فيها الديناميك ريسبونس بسيط كده شيء طبيعي ان ده هيكون ستاتيك فلو. معنى ستاتيك فلو ان انا بقيس جنين ولا الفلكشويشن؟ جنين. طيب جميل. بيكون انكمبريسبل فلو. بص بقى طالما دخلنا في الايكويشن حاجه اسمها رو مش انا قلت الديناميك بريشر بيساوي نص رو يو سكوير. طالما انت سمعت في الايكويشن كلمه رو يعني ده سي يبقى لازم تسال نفسك الرو ثابته ولا متغيره؟ طالما ظهرت لك في الايكويشن رو يبقى انا مفترض ان هي ثابته. طب الكومبريسبل فلو رو ثابته؟ لا. يبقى انا اذا هعتبر ان هي ليها كوريكشن. ماشي؟ ليها كوريكشن. طب امتى هتكون انكومبريسبل؟ لو الماك نمبر اقل من كام؟ اقل من 0.3. الماك نمبر اللي هو مين؟ سرعة الفلو ولا سرعة الصوت؟ سرعة الصوت بحسبها ازاي؟ جذر الجاما ار تي. جذر الجاما ار تي. جذر الجاما ار تي. طيب جاما انتوا عارفين للهواء 1.4 والار بتاعت الهواء هي اليونيفرسال جاز كونستنت على الكوريدا بتاع الهواء وتي بالكلمة. جميل. يعني انا اذا بعد ما احل المسألة واطبق المين في الوسط تي لازم اعمل ايه؟ اللي جاي متأخر لو سمحت سيبك تدخل لو سمحت تدخل خلاص. وسعوا يا سيدي بقى مش معقولة. وسعوا. أتأكد إزاي؟ أنا بقول إن عندي فرضية إن هو إنكمبريسبل فلو. كلم مخك هندسي بقى معايا. طالما أنا افترضت إنكمبريسبل فلو يبقى بعد ما هطلع السرعة هعمل إيه؟ هتشك إن هي إنكمبريسبل فلو. يعني هحسب سرعة الصوت في الهواء اللي هي جذر الجامعة دي. إشمعنى في الهواء؟ لأن ده هواء. لو كان ده هيليوم كنت هحسب سرعه الصوت في الهيليوم. وبعد كده هشوف السرعه اللي انا طلعتها وهقسمها على الجذر الجامعة تي لازم تطلع اقل من 0.3. طب لو ما طلعتش يبقى الحزمه مش مظبوطه. خلاص كده. طب خلاص يلا بسرعه اقعد ساكت بقى. الفلو الارض ستريت لاين اتجاهي من كارموني وفريكشن ليس اكسلريشن عشان الاستجنيشن ستريت لاين اللي هي تخص مين؟ عملية اللي قلنا فريكشن ليس اكسلريشن دي تخص مين؟ تخص دي ماشي؟ ان انا قررت ان هو التوقف بيتم ايسنتروبيك. ايسنتروبيك يعني ازمات الترافيرسال مش الطبيعي يكون ازمات ماشي؟ يعني ما لم يكن عندك اختلاف جوهري في درجات الحراره بين الفلو بين التوت شوك هيكون ازمات. المشكله ان هو يكون كمان فريكشن ليس يعني بس. طب ده مثال محلول؟ ايوه. اه الباشمهندس هنا بيسالني عن الستريسس. جنرال الكيتوت شوك ما فيهاش ستريسس. جنرال يعني مش من المعدات اللي الستريسس هتيجي لو هتيجي. خد بالك مش كل السنسور فيها ستريسس. مش كل السنسور فيها ستريسس. الكيتوت شوك لو هيبقى فيها ستريسس هيكون من وسيله قياس البريشر. ما انت هنا بتاخد الدايناميك بريشر بتاخد الاوتوبيل دول وتقيسه. انا هنا هيسهولك بالمونيتر. في الحقيقه ممكن يقيسوا حاجات ثانيه كتير مش كده؟ فلو هيجي لي هيستريسس هيجي لو انا قيسته بوسيله لقياس البريشر تكون فيها هيستريسس. ده مثال محلول بقول لك ان انا عندي هواء اد ستاندرد بريشر بريشر ومشي وحطيته في توتيو وقرا دايناميك بريشر عمل 30 ملم بيركلي. عمل 30 ملم بيركلي يعني ديت رغمات الفلو ده بيركلي وهو عمل 30 مللي. يعني الدلتا في كام؟ رو في جي دلتا اتش. دلتا اتش هي كام؟ 30 مللي دي يعني 30 على 1000 يبقى دي الدلتا في. الدلتا في هتساوي نص رو يو سكوير. نص رو يو سكوير. الرو كام؟ بتاعت الهواء. ماشي؟ لان بيقول لك هواء. يعني دي ار تي معلومه. هتطلع منها يو سكوير هتجيب الجذر هتاخد الجذر الموجب بس طبعا مش سرعه سالب
الا لو انت عكس الاتجاه يعني هنعمل الماجنتيود بتاعها هتطلع معايا السرعه قيمتها 80.8 متر بير سكند. هجيب جذر الجامعه ار تي سرعه الصوت في الهواء الجامعه بتاع الهواء 1.4 لانه ده يقوم الجاز والار 8.3 على الهواء اللي هو 28.95 وتي 300 كلفن جذر الجامعه ار تي هتطلع سرعه الصوت في الهواء هقسم طلع ماك نمبر 0.236 اقل من 0.3 يعني انا اذا انكمبريسبل. طيب انا سامع برضه عايزك تعدي عليه ستاتيك بريشر دي حاجه اسمها بيتو ستاتيك تيوب دي بتقيس مين بقى؟ الستاتيك بريشر بس اللي فاتت كانت بتقيس مين؟ الفرق بين التوتال والستاتيك اللي هو سميناه دايناميك دلوقتي انا بقيس بس الستاتيك هنا بقى الفرق بين الستاتيك وبين الاتموسفير نتيجه ان الطرف ده هو الاتموسفير. طيب برضه دي تيوب بتقيس التوتال بريشر كلمة توتال وكلمة استجنيشن عندنا فيهم نفس المعنى. عارف يعني ايه استجنيشن؟ يعني انا كبرت الوقت حولت السرعة لصفر يعني ايه؟ يعني هو كان ماشي معاه بريشر ومعاه فيلوسيتي لما انا كبرت الوقت السرعة راحت فين؟ لو ما راحتش في الاحتكاك راحت فين؟ تحولت البريشر فبقى البريشر ده اسمه توتال بريشر او اسمه استجنيشن برضه بنفترض ان هو ايه من خلال ايزوتروبيك بروسس ادي البيتوستات ادي البيتوتيوب اهي خلاص قلنا ان انا باستمرار هعوز اقيس البريشر سواء هشتغل بالبيتوتيوب شهر اشتغل بالستات تيوب شهر اشتغل بالبوتات تيوب في جميع الاحوال هعوز وسيله تقيس البريشر تمام؟ اي سنس بقى من السنس بتاعي بيقيس البريشر. مصادر الايرور مصادر الايرور انا هنا يهمني ايه؟ يهمني تفهم دي كنموذج معلول وانت بتقيس باي جهاز الايرورز ممكن تيجي منها. تعالى كده نمسكها اول حاجه شكل الدب دي شكلها الجنب ماشي ده شكلها علشان خاطر ان انا لازم اوقف الفلو بشكل يكون ايزوتروبيك. تاثير البروب بلوكج يعني ايه؟ يعني دلوقتي البروب دي مش هتخش جوه الفلو التوتشو دي مش هتدخل جوه الفلو لما دخلت جوه الفلو عملت ايه في الكروس سكشن اريا؟ قللتها لما الكروس سكشن اريا قل شويه السرعه عموما جرى لها ايه؟ زادت يبقى اذا السرعه اللي انت قستها ازيد شويه صغيرين من الحقيقه. كل ما التيوب هترفع كل ما الايفكت ده هيتلاشى هيقل صح؟ يقول لك ما عملتش وحش. النوع ده من الايرور سميناه ايه؟ لا مش راندوم لا سيبك من راندوم سيستماتيك راندوم سيستماتيك دي كاتيجوري كلاس لا مش هيومن برضه هيومن يا جماعه خد هيومن ايرور ده بيبقى مستيك مش ايرور اي اسمعني بس كلمه هيومن ايرور ما تتقال لو هو نقل الداتا من ملف غلط لو هو خد فلاشه بتاعت واحد تاني عليها داتا بتاعتها حطها لو هو عمل خطا في اليونتس هيومن ايرور دي بتبقى مستيك مش ايرور مش حاجه تخص عمليه القياس نفسها هو قرا النقطه غلط او اليونت غلط استعمل الكوشه غلط الهيومن ايرور ده مش هيومن ايرور ابدا لان ده غصب عني مهما كنت ذكي ومهما كنت حريص هيحصل. ده سميناه فاكر لما حكيت لك على الكمبيوتر لما بيدخل لازم ما يسحبش انطباع عالي والا يغير القرايه ده اسمه لودنج ايرور. ان مجرد ان دخلت الجهاز بتاع القياس في دايره القياس تسببت في ايه؟ تسببت في ايرور. هذا الايرور اسمه لودنج ايرور. لودنج ايرور. طب الايرور ده اللي فاهم بقى يندرج راندوم ولا يندرج سيستماتيك؟ لا سيستماتيك سيستماتيك لانه لا يمكن اصلاحه بانك تقيس كتير وتاخد افريج صح؟ ولانه دايما بيعكس بيحبط القرايه في اتجاه معين يعني دايما القرايه هتطلع اعلى من الرقعه ايه؟ مش مره اعلى ومره اقل لو مره اعلى ومره اقل يبقى اسمه راندوم لكن لا ده سيستماتيك. طب جميل الايفكت بتاع الهول بوزيشن انا عايز الاجرام دي تكون على الاقل 3 دايمتر من الليدنج ايدج ده تكون على الاقل 3 دايمتر عندي يقول لي ليه؟ ليه ما ينفعش احط الاجرام دي قريبه قوي؟ ليه ما ينفعش احط الاجرام قريبه قوي؟ لان الفلو اول ما يدخل هيجرى له ايه؟ شيء طبيعي ممكن يحل شويه على السطح صح؟ لكن لما بستنى الفلو رجع تاني
لو انت جبت الخط في الاول خالص ممكن في ستريم لاينز لسه ما ايه انحرفت بسبب صدمة مفاجأة. هي الخط دي اللي هو تحاول اتفادى الجزء اللي فيه سبريشن فلو سبريشن ماشي هيحصل فيه ويكس تحاول اتفادى الجزء ده لان انا عايز اقيس الاستنج بتاعه عايز اطلع مين ده اصلا. طيب يبقى ادي مصادر بعض من مصادر الايرور من ضمن مصادر الايرور الكومبريسابيلتي ايفكت. انا من شويه قلت لك الدايناميك بريشر بيساوي نص رو يو سكوير صحيح في حاله انه انكمبريسبل. طب لو بقى كومبريسبل يظهر عندك بقى بقيه الترمات بقى مخرج تربيع على 4 زائد ان ناقص 7 على 24 بقى مخرج 7 وهكذا. لو الماك نمبر اقل من ثلث يبقى هناخد بس رو يو فبالتالي ثلث تربيع من 0.09 لسه هتقسمها على 4 قلت قوي فاعتبرناها خلاص مين؟ مهمله. تمام؟ لكن من المين كوريكشن ده يعني هنا الفرق اهو ايه؟ 2% خلاص او انا عندي بوينت 3 لو بقيت بوينت 5 هيبقى الفرق حوالي 8% لو بقيت ماك نمبر 1 يبقى عندي ايرور 27%. جميل دكتور ايوه هو مش المفروض الدايناميك بريشر في توتال ماس في ستاتيك؟ ما هو البي توتال ماس في ستاتيك هو ده انا اسف البي توتال ماس في ستاتيك هو ده الدايناميك اللي احنا قلنا هو ده التوتال ناقص الستاتيك اللي هو نص رو يو سكوير. مش شرط ان الترمات ده تكون ايه؟ كل ما احنا مر قليل. ممكن في ناس بيقولوا عليه ممكن عليه على اساس الاستجنيشن على اساس السرعه عنده اللي افرضتها تقف. في وول باوند ايفكت بقى. لو انا بقيس الاستاتيك بريشر المفروض ان انا بحط البروب وبطلع قريب قوي قوي من الحيطه من الرول عمل ايه؟ اكبر الفلو ان هو يزود سرعته عشان يمر من المكان ده ماشي فده هيعمل فالتجمع ده بيقول انه الاستاد الجديد شو نوت بيتيك الجزء ده 5 سول دايمتر من الباوند ليه عشان يجيب 1% اكيورسي. طبعا البيتوتشو عموما بتقيس مين؟ بتقيس مين ولا فلكتويشنز؟ بتقيس مين؟ انا مفترض هنا ان انا عندي 1 دايمنشنال فلو 1 دايمنشنال فلو بجيب السرعه المتوسطه. طب لو ظهر عندي شويه تربلنس من خصائص التربلنس ال 3 دي فهيبدا الفلو كل شويه يعكس اتجاهه ويطلع وينزل حاجات زي كده. فاذا لو عندي كونفورنت فيها تربلنس شويه صغيرين دي هتبقى مصدر من مصادر الاصل في اليوتيوب ان انا بقيس مين 1 دي فلوسيتي. هنشوف بقى لو 2 دي هنعمل ايه ولو 3 دي هنعمل ايه هنتكلم عنه. بس اللي انا رسمتها لك من شويه دي 1 دي. لو ما بقيتش 1 دي هيتكون عندي انجل اوف اتاك. يعني ايه انجل اوف اتاك؟ يعني تشوف اهي والفلو بدل ما يجي موازي ليها جاي متساوي سواء كده او كده او كده كل دي هنبدا تبقى نسميها انجل اوف اتاك. فدي هتعتبر مصدر من مصادر الدم. انا عايزك تستوعب ايه؟ دي كنموذج قدامك لجهاز قياس عايزك تطور المهاره ان لما يبقى عندي جهاز شفت بيشتغل ازاي تقدر من نفسك تستنتج يا ترى الايرورز ممكن تيجي منين؟ وبعدها تقدر توصل ان لما تيجي سيتويشن معينه في الواقع تفحصها كويس وتقول يا ترى الجهاز ده هينفع ولا مش هينفع؟ والفحص ده يتم قبل ما تشتري مش بعد ما تشتري وتقيس وتكتشف الصدمه الاولى ان انت اصلا عندك راندوم ايرور عالي جدا. ده كل مره بتقيس بيطلع ها يعني جرب انت مثلا تقيس بيها فلكتويشن او تحطها في تربلنت فلو هيحصل ايه؟ كل مره الرقم شكل لان هي مش مناسبه للعمليه دي اصلا. عايز تطور مهارة وانس انك فهمت الجهاز ده بيشتغل ازاي مبداه ايه تبدا تقول امتى ينفع امتى ما ينفعش امتى ينفع امتى ما ينفعش وبعدها تطور المهاره اللي وراها ان انا اديك مساله واضحه اقول لك انا عايز اقيس الفلو في مترو الانفاق عايز اعرف سرعه الهواء جوه المترو يا ترى كافيه ولا مش كافيه؟ خلاص؟ اقول لك والله انا عندي عدد من 12 كذا فبالتالي انا عايز اقيس السرعه جوه العربيه.
في ركن هنا كده بعيد اس للسرعه. عايز عملت مبنى تكييف مركزي كله وعايز وانا بستلمه يا ترى القوه فعلا السرعات فيها كم ينبغي ان تكون ودرجات الحراره، ولا عندك اوضه ساقعه قوي واوضه ثانيه تكييف مش حاصل لها خالص. طيب في مساله زي كده وانا بقيس السرعه انهي جهاز ينفع؟ قال له انا عايز السرعه فاتوره الانفاق، عايز يمين ولا عايز انفلكشن؟ عايز يمين ماشي، انفلكشن ما تفرقش معايا في حاجه. طب لو انا بشوف الفلو حوالين عربيه او غواصه او طياره، الفلكشويشنز هي اللي بتنشا من الويكس، اصبحت الفلكشويشنز مهمه لان الويكس دي هتحول كينيت انرجي بتاعت الفلو الى حراره، فده يعتبر لوسز بالنسبه لي ماشي. عايز برضه تكون قناعه انه هذا العلم بتاع الميجرمنت هو يخدم على العلوم كلها، يعني انت مش هتقدر تتقنه من غير ما تكون فاهم شويه في الكهرباء، شويه في الفلويد، شويه في الترانسفير، شويه في السيمو داينامكس وهكذا. طيب برضو اخر ربما اخر حاجه هتكلم عليها في التوت شو كمان دي السبيشال ريزولوشن والتايم كونستنت. التايم كونستنت ده مرتبط بديناميك ريسبونس احنا شرحناه المره اللي فاتت الدوره اللي قبلها. الديناميك ريسبونس معناها ان لما يجي لي ستيب انبوت هي اللي قرارها ايه؟ تقرا معايا بسرعه. جميل. السبيشال ريزولوشن معناها ايه؟ السبيشال ريزولوشن معناها ايه؟ وعايزها كبيره ولا عايزها صغيره؟ السبيشال ريزولوشن معناها ايه؟ هترفع ايدك كده وتقول سبيشال ريزولوشن معناها ايه؟ اتكلمنا المره اللي فاتت على ريزولوشن بتاع الجهاز مثلا لو رئيس صوره الترابيزه دي تمام؟ الريزولوشن بتاعه مين؟ لكن هنا من السبيشال ريزولوشن بتاع الدكتور تشوف المقصود فيها ايه؟ فرق البريشر يعني ارفع ايدك ارفع ايدك فرق البريشر يعني لا بص انت دلوقتي بتقيس السرعه، السرعه دي انت عايز تقيسها في نقطه ولا في فوليوم؟ في نقطه. المفروض ان انا بقول لك السرعه في النقطه دي كذا، عشان اقيس في نقطه تكون البوتاشيوم صغيره ولا كبيره؟ صغيره. ده المقصود بالسبيشال ريزولوشن. يبقى السبيشال ريزولوشن بتاع اي جهاز قدرته انه يديني الاجابه فعلا في نقطه ماشي؟ مش في فوليوم. طب لو انا جبت لك البوتاشيوم كانت قد الاله ده كده، الدايمتر بتاعها قد الدايمتر بتاع الاله ده، هيحصل ايه؟ هيبقى مش بيجيب نقطه، ده بيجيب متوسط السرعه على الكروس سكشن ده. اتفقنا؟ طيب يبقى اذا انا علشان اخلي ركز بقى معايا في الحته دي، عشان اخلي السبيشال روشه صغيره عايز اخلي الدايمتر ايه؟ صغير جدا. تعتقد لما الدايمتر هيظهر اللي فاهم بقى دايمتر ريسبونس، الديناميك ريسبونس هيتحسن ولا هيسوق؟ هتقرا اسرع ولا هتقرا ابطا؟ هتقرا ابطا. نتيجه انه الفلو مش عارف يخش في حته ضيقه. يبقى انت ابتديت تحط ايدك على ان بعض المواصفات قد تكون بالضروره متضرره. وانا بشتري ماشي؟ بيجي يقول لي خد بالك ده الديناميك ريسبونس عالي جدا. ماشي يا سيدي، معنى كده ان هي هتكون كبيرة. معنى كده مش عايز نقطة. مناسبة لو أنت بتقيس بره الباوندر لير. مناسبة، جميل. طب لو بتقيس جوه الباوندر لير وعايز يمين. الباوندر لير عارف إن الجريدينت فيها قوي جدا فبالضرورة مش هتكون مناسبة. فإذا جوه الكتاب شوف أنا عندي تعارض هنا، شوف أنا كاتبها لك إزاي. سبيشال ريزولوشن فيرسس تايم كونست. يا تاخد دي يا تاخد دي. خد بالك انت لو عملتها ضيقه قوي برضه هيحصل ايه؟ ما تنساش ابدا يا مهندس، ما تنساش ابدا الواقع والظروف الواقع اللي انت هتبقى موجود فيه. اي تيوب ضيقه اتحطت في فلو هيحصل فيها ايه؟ هتتسد. بس كده. فمن الاول ما لم يكن انت فعلا 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 محتاجه ضيقه مش صح انك تجيبها ضيقه، والا هتتسد. خد بالك يا طيب. فبيقول لك هنا مثلا تيوبز لو سايد دايمتر واحد على 32 بو 32 من البوصه هاما تايم كونستانت 15 ملي 15 دقيقه، يعني دي عشان تروح منها رايح محتاج تنتظر 15 دقيقه، هي صغيره جدا 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 واحد على 32 من البوصه، بس عايز انك تنتظر 15 دقيقه عشان توصل للقرايه تثبت. ودي طبعا لوك اب فيري ايزي، بس ميزتها الوحيده ان هي بتقيس تكاد تكون فعلا في الركن. الكلام ده هتدركه بقى لما تخش على الهوت واير
هتخش على رياض الليزر هتكتشف ان رياض نقطه اصبح من الميكرون. يعني دي ابعاد الكروس سيكشن اللي انا بقيس فيه كذا ميكرون في كذا ميكرون. بينما هنا انا عشان حاجه وصلت لها كانت 1/32000 انا اسف 1/32 من البوصه وقلنا ان في فيها مشاكل كتير حصلنا في 15 دقيقه وحصلت بسرعه. شوف بقى لما اخش على الروت ماب بيحصل ايه ولما اخش على الليزر بيحصل ايه. التايم كونستنت هو ايه؟ سؤال جميل جدا. لو انا عندي سيستم بتاعي فيرست اوردر سيستم التايم كونستنت هو الزمن اللازم عشان اوصل لحوالي 63.2% من القرايه الفاينل. خلاص انا بنزل الصفر واوصل للفاينل اخد عشان اجيب 63.2% اخد التايم كونستنت. طيب ده نماذج ليها برضه ماشي؟ واتكلمنا على سكند اوردر سيستم. يعني انا اذا في الامتحان ممكن اقول لك سكتش دايناميك ريسبونس لفيرست اوردر سيستم. لو انا قلت لك سكتش دايناميك ريسبونس لفيرست اوردر سيستم ممكن تديني حاجه كده وبشوف زي الاحمر ده؟ مفهومش. ماشي؟ وهتديني بالضروره حاجه ايه؟ شبه ده او ده، بس توضح لي يا ريت انه عند 63.2% قريب مين؟ تي بتساوي 3. لو سكند اوردر سيستم الاحمر ده معناه ايه؟ اندر جامد. يعني زيتا اقل من كام؟ اقل من 1. البوينت 7 هي الاوبتيمال دامبنج. الاوبتيمال دامبنج ديت فيها حته اوفر شوت صغيره قوي بس ميزتها ان وصلت للفاينل اسرع واحده. خلاص؟ طيب يعني انا ممكن في الامتحان اقول لك سكتش زيتا 1.7 1.2 المفروض توريني ان انت فاهم ان البوينت 7 هي اللي هتجيب الفاينل اوت اسرع واحده باوفر شوت خفيفه. طيب يبقى اذا قبل الادفانتجز وادي الليميتيشنز رخيصه وبسيطه ومفيش وصف بريشر. يعني انا لما حطيتها في فلو هل اعقت الفلو؟ ما اعقتش الفلو بشوت قيمه يعني. والعيوب بقى انتروسيف. يعني ايه انتروسيف في اجهزه القياس؟ كلمة انتروسيف في علم القياس معناها ايه؟ معناه ان انا اضطريت ادخل حاجه جوه المجال اللي بقيس فيه. دخلت هي في الفلورا ما دخلتش؟ دخلت. طب لما قيست الليزر دخلت حاجه؟ في الحقيقه هدخل حاجه اسمها سي، حاجه زي بودره السجاير كده. بس دي بجميع الاعتبارات بعتبرها كاني ما دخلتش حاجه. طيب فهمت يعني انتروسيف؟ اقتحمت الفلو دخلت. ماشي؟ طيب سنسيتيف لاي اكسلين ديستربنس. لما احطها ما ينفعش احطها ورا الكوعه على طول صح؟ لازم احطها في حته يكون قبلها الفلو عدل. ماشي؟ طيب ايه الكومبريسور الاونلي لو اللي لو هتعمل كوريكشن مش مناسبه لو الفلو ديرتي هتتسد. مش مناسبه بقى لو انت هتقيس فلو في غزال سرعه منخفضه قوي. حد يقول لي ليه؟ لو هقيس سرعه غاز 1 متر في السكند مش مناسبه. لا ده رقم عين ده عين. اسمك ايه؟ هتيجي في الاخر. ماشي انت بتقول ايه؟ انا لا ما هي مساله ان هي الفلوس اللي احنا خلاص عرفنا الفلوس. بس اللي بيقولوا ايه؟ بيقول ان انت هتقيس نص الكوين سكوير. الدايناميك بريشر اللي هتقرا هو نص الكوين سكوير. طب لو انا جاهز الروتا بتاعت مالها؟ قليله وكمان السرعه قليله. اصبحت نص رو يو سكوير قليله. انهي جهاز ضغط هيقراها؟ هتبص بقى جهاز غالي جدا عشان تقرا دلتا جي قليله. طب لو انا بقيس الميه مش مشكله لان الروت بتاع الميه عامل مش كده؟ فبالتالي لو انا بقيس غازات وكمان الرو يعني الجلاس قليله نص رو يو سكوير قليله المشكله بقى مش في التوتيو. المشكله في الجهاز الضغط اللي هيقرا الضغط ده. طيب لارج تايم كونستنت طبعا هتقرا مين بس اساسا؟ لازم تبقى عارف الفلو دايركشن. يعني لو فلو دايركشن كده لو فلو دايركشن كده وانا حطيتها كده هتديني قرايه صح القرايه ولا غلط؟ غلط. طبعا ليه؟ اقعد ادور فيها لما تقرا اعلى قرايه. طب انا كده جبت الايه؟ نتيجه. بس دي ليها حل احسن هقول لكم بعد شويه. خلاص؟ الحل الاحسن انك تستعمل 3 هول او 5 هول او حتى 6 هول. في حاجه اسمها اني بار ميجرمنت
السرعه عموما كتير على الكروس سيكشن كله متكامل. وانت لو عندك السرعه والاريا انت كده هتكامل وتجيب الفلوريد. الطريقه دي سهله ولا تيديوس؟ هتقعد تقيس كتير تيديوس ماشي؟ طيب ايوه تاني بص ما انا ده جهاز بيقيس البريشر خلاص؟ انت اصلا هتجي لك محاضره كامله على البريشر تمام؟ المانومتر ده هو الا اثنين رجلين كده فيهم مانومتر فلويد ده بيزق من ناحيه وده بيزق من ناحيه الدلتا بي هو روب جي دلتا اتش. المانومتر ممكن يقرا الدلتا بي بتاع الجهاز او بتاع الميه ما فيش مشكله بس ما يبقاش هو نفسه ميه فاهم؟ عشان يبقى فيه ما يخشوش ببعض. لا ما بنعملش كده يبقى ميركري او يبقى ميه عشان الروب بتاعته تبقى بص ما هو لو جاز الطريق اللي انت بتقيسه اصلا لازم يبقى هو حاجه متميزه عن اللي جاز وممكن نعمله ريكلاين شويه علشان نعظم الدلتا اتش هتاخد عليها مقاومه هتاخد عليها مقاومه كامله طيب نخش بقى على 2 دي و 3 دي سيب القلم بقى وافهمها انت لو فهمتها ما فيهاش حاجه خالص ببساطه خالص انا عندي فلو 2 دي فلو فبعمل ايه؟ جبت البروبه هنا وجبت 5 فولت بروب ادي كورنر في النص اثنين هنا واثنين هنا الفكره ببساطه افترض دلوقتي ان الفلوس دي تمام هقعد اغير في مكانها بالعرض وفوق في البلين ده وفي البلين ده صح؟ لما اخلي الهيئتين دول قد بعض والهيئتين دول ايه؟ قد بعض يبقى انا كده فعلا جبتها في السنتر في اتجاه الفلو الحقيقي يبقى انا قست الفلو ك 3 دي قعدت اغير في البلين ده وكمان اغير في مين؟ في البلين العمودي عليه لما جبتها مش كده؟ عندي هنا خمس افران اهو لما هغير في البلين ده هساوي الاثنين دول ولما هغير في البلين الثاني هساوي الاثنين دول فانا كده جبتها بس احنا مش دايما بنعمل كده احنا بنعمل ايه؟ بنعايرها يا ترى الفرق في القرايات ده كام والفرق ده كام ونعمل الكوفيشنز انا مش هرجع لك المعادلات بتاعتها هي موجوده في الكتب لو عايز ترجع لها ومن هذه الكوفيشنز بندخلها على تشارتس او ايكويشنز بتديني ايه بقى؟ بطلع الاستاتيك بطلع الديناميك بطلع الفلو دايركشن وبطلع الفلو فيلوسيتي خلاص؟ طلعت الاستاتيك طلعت التوتال طلعت الديناميك طلعت الفلو فيلوسيتي طلعت الفلو دايركشن خمس حاجات الاستاتيك والتوتال والفرق بينهم هو الديناميك وطلعت الفيلوسيتي وطلعت التالي طيب قد تكون 3 فولت، قد تكون 5، قد تكون 7. ده شكلها من جوه عندك واحدة في النص والحاجات دي بتوصلها في الآخر على حاجات تقرا إيه؟ تقرا الضغط. يهمني بس مصطلحين تكون عارفهم عشان لما تقرا عنها في الكتب تفهمها. هيقول لك حاجة اسمها الياو بلين وحاجة اسمها بيتش بلين. الياو بلين هو البلين ده، بص لإيدي. ماشي؟ البيتش بلين هو مين؟ هو العمود العملي. احنا كمهندسين بدل ما تقعد توصف لزميلك تقول له انا عملت في ده وبعدين عملت في ده وهو يقول لك الاني وتتلخبط الياو هو مين؟ هو ده الاكس واي خلاص؟ البيتش هو العمود العملي الواي زد جميل. ودي معادلات بتقدر تدي كل حاجه. كده احنا خلصنا من توتشو حاجه رخيصه سهله بتقيس المين لو فيلوسيتي فيها شويه مشاكل احنا عارفينها لو الفلو ستيدي لو الفلو انكمبريسبل لو سرعه لو بقيس ليكويد لو بقيس غاز بسرعه عاليه اداه مناسبه بشرط تكون عايز المين. ركز بقى معايا عشان هنعمل الهوت واير ريموت. الهوت واير انا سيب بقى كل حاجه وحاول تفهمها معايا. الساعه كام؟ نضيف ال 10 طب لما نوصل بس 11 لما خلص الهوت واير تاخد راحتك خلاص؟ بسيب كل حاجه وحاول تفهمه هو ريزيستيف سيلف قيس بقى انا جايب واير الدايمتر بتاعه 5 مايكرون والطول بتاعه 100 شعر الراس دي 70 مايكرون خد شعر الراس المتوسط 70 مايكرون انا جايب هنا واير قطره كام؟ 5 مايكرون يعني تايم كونستانت ماله؟ صغير جدا يعني دايناميك ريسبونس سريع جدا يعني السبيشال ريزولوشن ممتازه عايز تقريبا في نقطة. عامل لك ايه؟ قال لك 5 مايكرون يعني. مش عارف فاهم قصدي ايه؟
بتقيس نقطه، بتقيس بحاجه صغيره قوي. ففعلا الحكيم الفلسطيني تقريبا في نقطه احسن من الكوتشنج كتير. الخطه كانت هو في منه نوعين، كونستنت كارنت وكونستنت تمبريتشر. انا هشرح لك النوع الشائع اللي هو كونستنت تمبريتشر. الخطه كانت ده انا بسخنه، الورق ده انا بدخله فولت وبسخنه، وعندي سيستم كهربي يحافظ على درجه حرارته ثابته، يحافظ على درجه حرارته ثابته ماشي. طب كل ما هيعدي عليه الفلو هيبقى له ايه؟ هيبقى السيستم يحس ان المقاومه قلت. ليه؟ لانه لو درجه حرارته قلت مقاومته قلت، والمقاومه طبعا الوايرد ده جزء من حاجه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ كونستنت بريدج، مش كده؟ جزء من كونستنت بريدج حس فورا ان المقاومه قلت. اما هو عمل ايه؟ على الفولت. انا يا سيدي الفاضل هسجل الفولت. انا هسجل الفولت. هذا البولت متناسب ولا مش متناسب مع الفلوسيتي؟ في الحقيقه متناسب. البولينوميال من الدرجه الرابعه. عاوز عايل ولا مش عاوز عايل؟ بس السنسيتي عاليه اصلا. يعني لو انا شايف هستعملها على طول ولا لازم اجيب بروستي معلومه عشان اجيب هذا البولينوميال واشوف العلاقه بين البولت والبروستي كام؟ لازم اعايل. انا لازم اعايل. خلاص؟ لازم اعلي. هو بيقيس نقطة، بيقيس المين والفلكشن، يعني التايم ريسبونس بتاعه رائع جدا، الدايناميك ريسبونس بتاعه ممتاز، ولكن لازم يتعالج. خلاص يتعالج يعني ايه؟ كبيرة. يتعالج يعني ايه؟ يعني عملية كالبريشن، يعني لازم احط في وسطي معلومة واشوف البولت كام. خلاص؟ طب انا بقى في وسطي المعلومة دي هقراها ازاي؟ بجهاز انا مستعد. الاثناء المعين. هقراها في الكوتشيو. هقراها في الكوتشيو. لان اثناء المعايره انا يهمني المين ما يهمنيش الفلكتوريشن. خلاص؟ يبقى انا عندي في الويل تانل بتاعتي الهوت واير موجود والكوتشيو موجود. بشغل الاول الويل تانل تبدا السرعه تزيد، بسجل الفولت الريال من الهوت واير وبسجل الفلوس الريال الكوتشيو. بعمل المعايره بتاعت الهوت واير. بطلع الكوتشيو وبعمل التجربه بتاعتي. الصح قوي تعالى قبل التجربه وبعد التجربه، تطبق الفرصه. للدرجه دي هو ايه؟ بس انا اشتغلت قبل بس او بعد بس بكفي. لو انت يعني مش عايز ايرور، يعني مش عايز اكتوبيس عالي قوي، بس لو عايز مظبوط يبقى قبل وبعد. الواير ده سهل يتقطع ولا مش سهل يتقطع؟ سهل. طيب يبقى مميزات تايم كونستنت رائع، دايناميك ريسبونس رائع، سبيشال ريزولوشن ممتازه، بس فراجايل ممكن يتقطع. راجل عملوا منه اثنين، عملوا واير وعملوا فيلم. واير يعني سلك صغير عريان، فيلم يعني سلك صغير منطلي حاجه. لما انطلق حاجه الدايناميك ريسبونس جرى له ايه؟ قل شويه، لان الحاجه دي تخنته وخليته ما بيستجيبش بسرعه. بس ما بقاش فراجايل زي الاول. طيب هل هو الوقت لو انا بقيس في فلو درجه الحراره متغيره اصلا؟ هل دي وسيله مناسبه؟ لا، لان انا محتاج اصلا درجه الحراره تكون ثابته. سؤال بس فكر قبل ما تجاوب. تعرف تقيس الفلو دايركشن؟ تعرف تقيس اتجاه الفلو؟ في الكوتشو كنت بعرف. في الكوتشو حتى لو هي عندي كنت بعرف احركها وبدل ما انا راجع. هنا لو الفلو جاي الناحيه دي او جاي الناحيه دي. مش هتفرق. الهوت واير ما بيحسش باتجاه الفلو. وبيحس بعمليه التبريد اللي بتنشا عن الفلو، يبقى الهوت واير ما بيقراش التلج. ما بيقراش التلج. بعيد 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 ما بيقراش التلج. خلاص؟ ما بيقراش التلج، ما بيحسش التلج. هو افرق معايا ايه لما اخد بالي؟ مش ممكن على فكره ان انا مش شرط احط التلج معايا عشان اعرف. انت بقى بص لو التلج هيفرق معاك قوي 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 يبقى الهوت واير وسيله مش مناسبه. لكن عاده احنا في الهندسه بتقدر تعرف التلج من طرق اخرى. من فيزياء المساله عموما بتقدر تبقى عندك تخيل الدايركشن. زائد خد بالك الدايركشن كده قبل ما اعكس اتجاهه ويجي الناحيه الثانيه، لو انت بتقيس مثلا فلوس خارجي مش هوصل للصفر. ماشي؟ يبقى انا اذا عرفت ان الدايركشن اتغير عن طريق ان صفر في النص. ماشي؟ وممكن انا بشويه ذكاء وتخيل وهندسه الشكل اقدر اقول الدايركشن الاولاني كان ايه والدايركشن الثاني كان ايه؟ ان شاء الله دي كنت تشوف تقرا مين في واحده فيهم. وعدد منها تاني. خلاص بس هو من ذاته ما بيقراش التاني.
طيب كان في سؤال تاني. لا هو لازم يتعالج، لازم يتعالج. الباشمهندس بيسال سؤال رائع جدا، ما تعرفش الباشمهندس بيقول سؤال رائع قوي، بيقول في اجهزه رائعه لقياس السرعه مش لازم تتعين، ممكن اشرح بدون معايا على كل ارقام الالف ايه هنعمله معاك برضه، مش لازم يتعين اصلا، وده اقرا على اقرا كتير خلاص بيقيس الليزر وهنشرحه لكم دلوقتي. يبقى اذا هذه الصوره الكبيره سيب القلم خالص وفهمها حاجه، الغرض من الصوره دي انك تدرك احتياجك لانك تروح تقرا في بعض اساسيات الكهرباء لانها جزء لا يتجزا من علم القياسات. آلة الوعي الوسيط الثاني خلاص، آلة الوعي هو في الحقيقه بيحس بالكيو ضغط اللي خرجت منه صح؟ بيحس بكمية الحرارة اللي لازم اي سكوير ار تعوضها عشان تحافظ عند نفس درجة الحرارة، هو بيحس بنفس الكيو ضغط اللي هي فانكشن في درو بروسي وتمبريتشر وسيلفر كونتكتيفيتي ودنسي وديناميك فيسكوستي وبراندوم نمبر فانكشن من مجموعة حاجات. لو الفرونت عارف في الحاجات بتاعته وعارف ان التمبريتشر ثابته يبقى هي مين اللي هيعتبرها فانكشن في مين؟ في اليوم. لو مفيش تغيرات حاجه في الدنس ولا في التمبريتشر وهو الفلو معروف في قصات الدم طبعا. طيب ليه الدخله في الستور بريدج اهي؟ الفولت اللي خارج من الستور بريدج بيروح لحاجه اسمها سيرفو امبليفاير. هذا الامبليفاير اداه كهربيه هي اللي تقدر تخلي الدايناميك ريسبونس بتاعه سريع جدا جدا جدا. هي دي اللي بتسمع انه يحس بتغيرات حاده متوقعه. هو سيرفو امبليفاير هو ده اللي بيسمع انه اي تغير ولو سريع جدا في سرعه الفلو ينشا عنه ان في كيوضات خرجت هو عوض باي سكوير ار الفولت اتغير قريت الفرق ده. بعد كده الفولت اللي بيخرج بنقوا على اي تي جي كونفرتر. يعني ايه اي تي جي كونفرتر؟ مين؟ انت عايزين مرتين ماشي؟ طيب عايزين مرتين الباشمهندس هيجي مره في واحد كمان او اثنين هيجي انا لو كنت ايش ده كونفرتر يعني حول الفيض المتصل من الفولت الى ارقام هاخد انا الارقام برسمها وبعمل لها داتا اناليسيس. مين يقدر يقول لي بعض انواع الداتا اناليسيس اللي ممكن تتعمل؟ خدت في يوم كامل صح؟ ايه بعض انواع الداتا اناليسيس اللي ممكن تتعمل؟ مش خدت في يوم المين بروس يعني وكده؟ المين بروس مظبوط، ايه تاني؟ ممكن من البروس في تيم بريشر؟ ممكن اجيب الفلوريت، ممكن اجيب الفلوريت ماشي؟ مش بسهولة تجيب البريشر لما يروح في البروس بحر فمحتاج نقطتين، عايز اكسلريشن ممكن من طب الناس اجيب يا اخي مثلا البورتيسيتي مثلا يعني ماشي؟ ما هو الناس فلوريت ده مقابل للبولي فلوريت ماشي؟ ده اللي احنا محتاجين الناس معاه اشوف فيه فلو سيبريشن ولا مفيش احسب الدراج. انت مش خدت الليفت والدراج؟ ما خدتهمش لسه. طيب خلاص خلاص كل ده معتمد على ان انا عارف يبقى اذا ادي برضه بس مرتبط ادي الستون ريتش ادي السيرفو امبليفاير ادي البولت اللي خارج يبقى الروس بتتغير بيتكون بولت الامبليفاير بيطلع لي كارنت بيحافظ على تمبريتشر ثابته فالستور دايما الريزستنس عنده قيمه ثابته لان انا ملتزم اخلي الشغل عنده تمبريتشر ثابته. البروبس بتاعته قد تكون 1 جي قد تكون 2 جي قد تكون 3 جي بس طبعا ده بيبقى صعب جدا مش صعب يعني مستحيل عايز المشكله الاحتراجها تفترض يا سيدي دي قطعت لو هي واير وانت شاطر بتعرف تلحمها بس تكون شايف جهازك يلحمها تعملها عمليه الحمام تحت الميكروسكوب. في امريكا كان معانا واحد طالب كان والله جاي في السلوك اصلا في السلوك الاصلي انا كنت في المعمل وكان المطلوب عندنا مطبوس هو ما يعرفش حاجه عن الموضوع راح اتعلم ورا وبقى بيجي لنا بارت تايم قاعد على جهاز البيكن وبقى بيقول لك اتعلم ازاي تحب مره كان اسمه ايه؟ ببساطه خالص بقى خد البيكن عندي اختار التاريخ من دي مره بس بقى لو تيجي تظهر تجيها ثلاثه في بعض اصعب
طب انا ليه حاطط ثلاثه في بعض؟ كان واحد حاطين اليو والثاني حاطين في ثلاثه حاطين دبليو. طبعا لازم عايز اليو عايز كل واحد فيهم يبقى رقم. لو انت اشتريت ده لو انت اشتريت ده فاحيانا بتضطر تشتري معايا جهاز مخصوص يعايده. خلاص؟ طيب هديكم دلوقتي الادفانتجز والليميتيشنز وبعدها ناخد خمس دقايق ونتكلم بعدها على الليزر ويا رب يتبقى وقت اوريكم الاسئله ممكن ينزل. يبقى اذا السبيشال ريزولوشن كويس والتمبورال ريزولوشن كويس. يعني ايه تمبورال ريزولوشن؟ تمبورال ريزولوشن لما تكون قليله قوي قوي يعني يقدر يحس التغيرات سريعه قوي قوي قوي. ده معنى تمبورال ريزولوشن. يبقى في سبيشال ريزولوشن بيقيس نقطه وفي تمبورال ريزولوشن اللي هو بيحس التغيرات سريعه وبراحه. يعني دايناميك ريسبونس ماله عالي جدا. يعني تمبورال ريزولوشن دي لما تكون قليله قوي يبقى دايناميك ريسبونس عالي. قليله يعني جاب السرعه عنده. حلو المسألة دي عن فروق حلوة. دلوقتي لو قيست السرعة عند زمن صفر. السرعة اللي وراها عند زمن 1 ثانية. يبقى تمبورال ريزولوشن 1 ثانية. طب لو قيست بقى عند زمن صفر والنقطة اللي وراها عند بوينت 001 ثانية. يبقى تمبورال ريزولوشن بوينت 001 ثانية. مش دي أحسن؟ يبقى تمبورال ريزولوشن لما قلت لما الزمن من نقطتين قل تمبورال ريزولوشن اتحسنت. يعني دايناميك ريسبونس بقى سريع. هاي تمبورال ريزولوشن ريزولوشن عاليه يعني الفرق بين النقطتين قليل. مش كده؟ ريزولوشن تكون عاليه يعني الفرق بين النقطتين قليل. ما ده معناه ريزولوشن عاليه ان قدرت اريزولف بتايم سكيلز صغيره جدا. يعني فريكونسي عاليه. فاهم ولا لا؟ يعني الزمن الفرق بين النقطتين قليل قوي. جميل. سهل تعمله سيت اب وتستعمله انا استعملته بسيطه مفيش حاجه مش لينير. اللي قلت لك المعلومه اللي بتضرب بره طبعا هيعوز كالكوليشن فيري فراجايل سهل يتكسر مش هيقدر يقيس الفلو دايركشن شويه انترفيرنس مع الفلو لانه انتروسيف ولا مش انتروسيف؟ انتروسيف طبعا انت مش قادر تغير جوه الفلو. انتروسيف ده كانك بتعمل عمليه جراحيه بتضطر تدخل حاجه جوه الفلو عشان شبه انك تعالج انسان بحبوب دواء ولا تعالجه بالراحه. ها انت هنا عملت انت اضطريت تحط حاجه جوه الفلو بس شر لابد منه ما قلناش حاجه تاني. اكيد بيقيس نقطه ولا بيقيس فين؟ كل اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي بيقيس نقطه. ماشي؟ عايز سيلبريشن تكنيك على الفلو بنص قليله. ده فضلنا عليكم طبعا لو الفلو بنص قليله هيعوز كالكوليشن مخصوص مش مجال نتكلم عنها عايزها دي في اخر شهر. ايزلي افكتد بتغيرات درجات الحراره لانه طبعا الفيولات اللي هو اصلا بيقراها فانكشن دي درجه الحراره. في سؤال؟ هو انا مثلا يعني ازاي احط السنسور من مثلا او كده في الميه لو وصلت ميه عموميه مثلا ازاي؟ الباشمهندس بيقول لي ازاي احط السنسور جوه الماسوره؟ يبقى في خرم بيتعمل في الماسوره بيدخل فيه وبتعمل سيل علشان الميه او الفلو اللي انت بتقيسه ما يهربش من الفقعه اللي انت عملتها. بس لو انت هتدخل ميه وفيها شوائب يبقى مش هتحط ورق هتحط فيلم. حط حاجه تشتغل تطلع يعني قبل ما تدخل السنسور يبقى انت عندك تصور الفلو شكله ايه. مثلا مواسير الميه اللي ماشيه في الشارع دي مثلا لا بص مواسير الميه اللي ماشيه في الشارع انا مش انترست تجيب الفلكتويتر. انا يهمني في مواسير الميه اللي ماشيه في الشارع الفلوريد نفسه. ماشي مال الفلوريد اللي ماشي فيها ده المهم عندي وده في ناس بيعملوا في الساوند شوري قال لهم محاضره ان هو جاي اكلمكم على قياس الفلوريد وصلت المشرق الميه اللي ماشي في الشارع ده انا بيهمني الفلوريد. العماره عندك الميه اللي داخله حتى ما يهمنيش الفلوريد يهمني الفلو نفسه. انت في شهر سحبت كام متر مكعب؟ مش هروح منك وعنك بس والله بقى سحبت النهارده 2 متر مكعب وبكره 1.5 وبعد بكره 3 4 وبعد كده 6 ما خدتش شهر ما سحبتش ماليش فيه. انا عايز ان في الشهر خدت كام متر مكعب عشان احسب طيب فقياس الفلوريد ده المحاضره هنعملها في التفصيل ان شاء الله المره القادمه. خدوا راحه 5 دقائق بالظبط ونتكلم مع بعض. ده دول عايز نتكلم من الموضوعين. اللهم وده دول نتكلم من الليزر. الليزر بيبقى فيه اختلافات جوهريه عن الضوء العاديه. أول حاجة مونوكروماتيك. يعني إيه مونوكروماتيك؟
يعني التردد وحش. انت عارف التردد والويف لينس مرتبطين ببعض. فانا قلت لك تردد وحيد يعني ويف لينس وحيد. يعني الجنريشن بيتم عن تردد واحد ويف لينس واحد. عكس الضوء الابيض اللي احنا عارفينه من زمان لما كان عارفين في بريزم اللي بينقسم الى سبع انواع وحاجات كده. الليزر واحد ضوء واحد تردد وحيد. جميل. يعني نفس الويف لينس نفس الطريقة. كمان الليزر كوهيرة. يعني ايه كوهيرة؟ يعني لو انت مسكت الويف خارجة من اللمبة العادية دي هتلاقي دي ويف خارجة كده. التانية بقى ما ابتدتش من هنا. التانية ابتدت من قبلها بشوية أو بعدها بشوية. فبيحصل فبيحصل constructive interference و destructive interference. فده بيخلي الضوء ما يبقاش نفس الكور باستمرار. مش كده؟ يبقى القطاع بتاع الليزر بروبلماتيك كمان كوهيرنت وكمان دايركشن. يعني ليها اتجاه واحد. بينما الضوء اللي خارج من هنا شوف خرج من هنا من دايره صغيره على ما وصل هنا بقى ايه؟ جاي من النقطه دي للنقطه دي. وكمان الدايفرجنس بتاعه قليل قوي. مش بس له اتجاه واحد. في هذا الاتجاه الواحد لو انا جبت بطاريه ما ليها اتجاه واحد. بس الاضاءه بتاعتها عماله ايه؟ تفتح. لا الفتح في الليزر معدل الفتح ده يكون ضئيل. كل واحد معاه الكمية بتاعه. حد معهوش كمية. عشان اللي هيخرج بعد كده هيسيب الكمية واحدة. حد معهوش كمية. طيب لو سمحت اللي هيتكلم بعد كده هتاخد اسمه بجد وهيبص. مش هنقعد طول المحاضرة نبص كده. الليزر قد يكون كونتينيوس وقد يكون بالست. هنعمل دلوقتي نموذج الـ بي اي بي بارتيكل ايميشن اوسمتري بيشتغل بالبالست. الليزر دوبلر المونتري بيشتغل بالكونتينيوس. كونتينيوس يعني بيطلع طلقة مستمرة زي اللمبة دي. بالست يعني بيطلع طلقة ويقف طلقة ويقف طلقة ويقف. وكلاهما خطر جدا على العين. جدا على العين طبعا على العين وعلى الجلد ماشي حسب الكلاس بتاعه. فبيقول لك هنا الليزر خطر على العين خطر على جسمك لازم تلبس نظاره لازم ما تدخلش الباب بتاع الاوضه اللي فيها الليزر لو النور الاحمر مولع وهكذا. يعني عندنا في المعمل في الاي سي عندنا جهاز الليزر وعندنا طلب الحمد لله خلص معانا التراب والجهاز بتاع فرنسا دلوقتي. الاوضه فيها سيستم زي التدرج في العماره. لما نبدا نقيس الباب بيتقفل محدش لان وارد يكون حد جاي من بره ما يعرفش ايه. احنا بنلبس نظارات زي كده طبعا اسمها سيفتي جوجل. لو انت درست الكورس بتاعي وفاهم احنا بنعمل ايه وعارف ان هو اوتوماتيك يبقى لازم تتاكد ان النظاره دي بتحجب مين؟ التردد بتاع جهاز الليزر بتاعك. مش تستلم النظاره بتاعت واحد صاحبك بتحجب التردد التاني تلبسها. فاهم؟ طبعا هتقابلك شويه مشاكل في منتهى الامانه انه اثناء ضغط الليزر انت بتبقى عايز تشوفه عشان تصبر. ماشي؟ فليه حلين؟ الحل الاولاني فيها ثلاث حلول. الحل الاولاني تجيب الباور عاليه شويه وتبص بالنظاره بتشوف في حته. ماشي؟ يا اما تجيب الباور قليله قوي وتبص في بعيد غير النظاره. خلاص؟ يا اما في جزء من جهاز الليزر من جوه انفراريد ما هوش ليزر اصلا. في كارت كده بيتباع كان بيتقال جدا يعني قاعد الدولارات. بتحبطه في الكارت ده بتحبطه في الانفراريد يحوله ليزر عشان يسمع لك انك تشوف. طيب فدي السيفتي بتاع الليزر. عايزك تبقى عارف انه الليزر هنا فيه مزيد من السيفتي حسيت كنت بتروح تعلم الاخرين في الكومبايل سيفتي كريشن. ما تعملش كلاس ان الليزر فين ما تسيبوش شغال لوحده وتمشي. حاجات كلها بديهيه يعني. في كلاس واحد كلاس اثنين كلاس ثلاثه ايه كلاس ثلاثه بي كلاس اربعه. كلاس واحد ده ضعيف جدا مش محتاج اي بريكوشنز خالص. يشبه الجهاز السنسور بتاع الليزر اللي بنستعمله في الشهر. ماشي مثلا يعني. كلاس 2 سيف برضو بس الباور بتاعته لغايه 1 ملي وات. كلاس 3 الف لغايه 5 ملي وات. كلاس 3 ايه؟ مش سيف للايز ولكن سيف للجلد. مش هيحرق جلد.
تعالى بقى تعالى انا بدور عليه تعالى ايوه نعم خلاص اربعه بقى انسيت فور ايز وانسيت فور سكين ماشي يلا تعالى مستني تعالى الخطوط العاليه تديك ماني الجهاز من كتر ما جواه من كتر ما جواه ترمى ريجنريشن مش شايلين هوا الليزر بوينتر اللي احنا بنستعمله في المحاضرات شفتني جاي معاه ميه بره فيها لا لكن ده طبعا انا ببرده ايه تعالى 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 احنا نتقل للاسف يعني طيب فاذا انت لما تشوف تبريد ميه من نفسك تدرك ان ده خطر ايه الاشكال هيجي وانت بتحاول تعمل له سيت اب ما تتهورش ماشي اصبر على السيت اب وما تقلقش من الضغط ممكن عشان خوفك نستعمله بقى لنا 10 سنين مفيش اي مشكله خالص خدنا عليه داتا الحمد لله وعملنا على سيميوليشن وطلع الداتا على سيميوليشن في منتهى العظمه وفرحان دلوقتي بنكتب اثنين بيبرز في العالم طب اول حاجه هنقيس بيها بالليزر بارتيكل الايمج الوصول بارتيكل الايمج الوصول ركز معايا بقى وسيب القلم وشوف مع حواليك ايه هو بسيط جدا بس اتحمل الباور ده كان بتاع ايه؟ اللي بيسال يرفع ايده ايوه الباور ده كان بتاع ايه؟ الايه؟ الباور اللي كان مكتوب كان بتاع ايه؟ الباور ده الليزر باور نفسها يعني بيطلع باور قد ايه؟ هو باور اللي طلع منه من الباور مقابل القياس نعم؟ دي انرجي مش انت حولت الكهرباء الى طاقه معينه فيها اللايت ريديشن ده خلاص فبالتالي دي نوع من الكهرباء خليك في اي هو الليزر ممكن يكون مرئي او غير مرئي ولا سؤال جميل في ليزر غير مرئي بس ده جزء من الجهاز اللي جوه جزء من الجنريشن جوه بيحصل في الانفراريد انت عارف ان الالكترو ماجنتيك راديشن سبيكترم واسع قوي الفيزر حته صغيره قوي صح؟ الجزء اللي احنا بنشوفه ده حته صغيره موجات الميكروويف موجات الراديو موجات اللي احنا مش شايفينها موجات الموبايل كل ده في الالكترو ماجنتيك راديشن بس احنا مش شايفينه فبص منه غير مرئي ولكن هذا غير مرئي انت مش هتحتاج بيه قوي ده جوه الجهاز مقفول عليه لو انت حاولت تفتح الجهاز عشان تصلحه لحظه ما هتفتح الجهاز لحظه ما لازم هيوقف دماغك الراجل لما كان بيجي يصلحه هو جاي ومعاه اداه تكنسل الخاصيه دي تسمع ان الجهاز يتفتح ولا زال الليزر شغال ماشي هو جاي وفاهم بيعمل ايه انت مش عايز تفتحه اصلا حد ما كتبش اسمه في الجهاز طيب هشوف الخدومه بقى انا هدور دلوقتي قول هو الغير مرئي ده ما ينفعش اسميه يعني انا التدريب مثلا خليت مكنه لو قربت من يعني مع اني مش ماليش ليزر فاكر بس هو قال لي ده ليزر فلو قربت منها المكنه بتقف يعني لو عديت حته الزفت المكنه بتقف لو فاكر فمش مش فاهم بقى ده كان يعني ده كده ده غير مرئي هو ممكن حاطط سنسور معين يحس ان الحاجه عملت كروسنج فيفصل فاهم؟ يعني في النهارده اظن مثلا انت عندك جراج عايز تدخل الجراج عشان ينور بتشتري سنسور لحظه ما العربيه تفوت من دار الجراج الجراج كله بينور ده سنسور مش علاقه بالليزر نفسه ده سنسور ماشي سنسور حاسس ان في حاجه قطعت لما عمل اكشن معينه البي اي بي ركز بس في القلم وفهم بارت كيك ايمج مش معقوله تتكرر عندنا ممكن ما تعرفش اي حاجه عن الجهاز الليزر بص الصوره دي انا صورتها في الطريق كان معايا طالب الدكتوراه ابراهيم مطهر كنا قاعدين في التاكس كنت بصور كده في الشوارع بعد كده بصيت لقيت الصوره طالعه بالمنظر شايف كلمه كار هنا عامله ازاي وكلمه كار هنا عامله ازاي؟ طيب بتروح على طيب لو انا قلت لك الصوره الاولانيه اتاخدت في زمن كذا والصوره الثانيه اتاخدت في زمن كذا واديتك المسافه بين السي دي والسي دي تعرف تجيب سرعه العربيه اللي انا كنت فيها؟ تعرف يبقى السرعه هي مسافه على زمن يبقى انا هعتبر ان هاخد لقطتين بالليزر يبقى الليزر كونتينوس ولا بالسنت؟ بالسنت هضرب مرة وهاخد صورة هضرب تاني وهاخد صورة تانية وهيكون في سي حاجة زي الخامس جاي كده أنا معبي بيه الفلوس كله هصور السي في اللقطة الأولانية وهصور السي في اللقطة الثانية وبطريقة ما أعرف السي دي كانت هنا اتنقلت جت هنا الطريقة دي اسمها كروس كورليشن أنا أقول لك عليها بالإنترنت عرفت النقطة دي كانت هنا اتنقلت جت هنا. الجهاز هيقيس المسافة بين النقطتين. ظهر عنده السنسور بتاع كاميرا.
ماشي؟ سنسور بتاع الكاميرا عارف النقطة دي كانت على البكسل الفلاني، النقطة دي على البكسل الفلاني، عارف هو عنصر كبير قد إيه؟ قياس كبير يعني النسبة بتاعت التكبير، عارف الديست، وأنا عارف بين الطاقة الأولانية والطاقة الثانية، مش أنا كده جبت السرعة؟ جبت السرعة. طيب، أنا بصور في اتنين زي كده، يعني النور الليزر منور منور هنا كده. شفت معاك البسطرمة؟ قطعت سلايس من البسطرمة. أنا بدخل سلايس من الليزر تنور الإيه؟ المنطقه دي الكاميرا عمليه عليا تمام يبقى الكاميرا اهي والمنطقه اللي اتحضرت هنا طب انا قست نقطه ولا قست الفلو فيلد كله؟ قست الفلو فيلد كله خلاص الطاقه الاولانيه والثانيه ادوني سرعه بعدها هاخد اولانيه وثانيه تغيرهم ادوني سرعه وبعدها كمان طاقه وطاقه ادوني سرعه يبقى انا بقيس مين ولا بقيس مين وفلكشويشنز؟ مين وفلكشويشنز؟ جبت دي خلاص دخلت حاجه جوه الفلو غير الخمس جهات ده احنا بنعتبره نون انكلوسيف لان يعتبر القدام اللي انت دخلته ده ايه؟ مش حاجه فاحيانا بندخل زيت زيتون بجيب ازازه زيت زيتون من السوبر ماركت عندنا في الجامعه وبيتعمل لها اوبتمايزيشن شورت كولونيا ازازه الكولونيا بتعمل ايه؟ بتحول شويه الكولونيا صغيرين قوي الى باور كتيره جدا الباور دي لازم تمشي مع الفلو صغيره جدا لدرجه ان تمشي مع الفلو. في الاساس انت بتقيس سرعه الفلو ولا سرعه الكور دي؟ انت بتقيس سرعه الكور. الكاميرا شايفه الكور. كان مكانها هنا بقى مكانها هنا. عارفه المسافه، عارفه الزمن، جابت الايه؟ جابت السرعه. يبقى ادي النموذج اهو ادي السي في اللقطه الاولى، ادي السي في اللقطه الثانيه. يعني الاسم ده اللقطه الاولانيه، الابيض اللقطه الثانيه. بالمقارنه بينهم جبت ان السرعه هي المسافه على الزمن من غير ما اخش بنفسي جوه الفلو وجبت الفلو فيلد كله مين وفلكشويشن وكمان جبته 2 دي مش 1 دي وكمان ما بتدوس بس طبعا لازم جهاز الرسمه دي مش عليكم بس هشرحها لكم يعني عشان تحس بالموضوع يبقى ادي الليزر طلع طلقتين اهو بينهم زمن خلاص دخلنا جبنا صوره اولانيه وصوره ثانيه أولا مش عليك بس عشان تبقى هبقى أسمعك أسلوب شعرك. أدي الأولانية وأدي الثانية. عملت عملية رياضية معينة عرفت مين هنا كان مين هنا مين هنا. أنا مش بتتابعهم واحد واحد. في عملية اسمها كروس كورليشن اللي عايزها يبقى لنا أشرحها. مش هشرحها دلوقتي. بتقدر تجيب احتمالات السرعة. أعلى احتمال للمجموعة دي إن هي تيجي هنا إن تكون السرعة فين؟ في الاتجاه ده. هنا بيجيب السرعه. وبعد كده بيطلع السرعه بشكل ايه؟ جدول عند النقطه اكس وواي دي كان بيقول فيه امر. اداك السرعه الاكس والواي يعني 2 دي وكمان اداك السرعه نفسها يو دي. مش يو بس. اداك اليو وكمان اداك الفي وبعدين تعمل فيها داتا اناليسيس تجيب بقى البروتستنج تجيب فلوس اوبريشن تجيب الترمبلانس سكيل تجيب اللي انت عايز تقوله. ليه تقصد ايه؟ تقصد ايه؟ الليزر خرج جيم ماشي الليزر خرج جيم زي القلم ده كده زي الخرطوم عدى على لينز فتحته عملته شيت فاكر لو عندنا في مكنه البسطرمه انا عايز الضوء يبقى كارب ايه؟ مسطح كده شيت ليه؟ لان الفلو مليان سي انا عايز دول بس اللي ينوروا عشان دول بس اللي هيتقسوا ماشي؟ عملت له سلايسنج ما هو الفلو كله سي انا مع بيت سي ما عملتش حاجه دي بس خلاص العام اتعمل كله بس دي اللي اتنورت فدي اللي الكاميرا هتشوفها ودي اللي الكاميرا هتشوفها كده انا عملت دايفرجن دايفرجن اللايف بتاعي اول ثانيا لا لا خلاص اقع باش من الكاميرا طبيعه الضوء انه الدايفرجن فيه قليل هتحتاج ده متر ده زي ده انا بقى اسطع اعمل افتح كده عشان اعرف اقيس فاهم؟ ليه بستخدم ما هو لو جيم كده هقيس ازاي؟ انا عايز اقيس 2 دي، انا عايز اقيس السرعه في المنطقه دي كلها. لو انا ما عملتش كده هقيس السرعه في الحته دي بس. انا عايز اقيس كل دول. انا عايز استخدم اللايت عادي طيب. لا ما هو اللايت عادي مش هينفع ليه؟ ده سؤال مهم. بص الباشمهندس بيقول لي طب ما انا اجيب ضوء بطاريه واعمل ايه؟ ضوء البطاريه مش هيبقى ثاني، ده ثاني. السيكنس بتاع الشيت ده ملي نص ملي فانا بقيس فعلا في ايه؟ في بلين لو جبت بطاريه انا بقيس في حته عميقه انا مش عايز اقيس كل ده
ثانيا السيت ده الدايمتر بتاعه صغير ولا كبير؟ صغير قوي، ولازم يكون صغير علشان يمشي مع الفلو، صح؟ لو كبير ايوه، ما انا عايزه يمشي مع الفلو. طالما صغير لازم اروره باضاءه قويه علشان يعكس اضاءه كافيه الكاميرا تشوفه. لو هو صغير كده وانت جبت ضوء بطاريه عادي مش هيعكس اضاءه كافيه تخلي الكاميرا تشوفه، مش كده؟ لازم الكاميرا تشوفه. يبقى اذا الليزر والكاميرا واللينز والسي هي دي الايه؟ الحاجات الرئيسيه اللي جوه عمليه الفرق اللي مش مظبوط. ممكن اقيس نقطة، ممكن انا اسف، ممكن اقيس الورجي ورانج بروسيف والاستراتيجيز. ده شكل ممكن للايه؟ للبورتسيز اللي انت حسبتها مني. خلاص؟ بينما مثلا الهوت واير انيمومتر بيقيس فلو. لو انت عايز تجيب فلو كله تقيس النقطة دي وبعدها دي وبعدها دي وبعدها دي، صح؟ في الهوت واير. لكن انا هنا جبتهم كلهم ايه؟ مع بعض. الاستراتيجيز. الهوت واير كان دايت كونسيومينج، ده كابتن كلهم في خطوه واحده. الهوت واير بيديني تربلنس ستاتستكس، يعني ده كان الفيلد كله. اخر حاجه هنتكلم عليها الال تي اي. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده الال تي اي، وبعدها نعمل ريفيو سريع الاسئله ممكن تجي لك ازاي؟ لان هو كده. جميل. ركز بقى معايا. الان دي ايه ببساطه خالص؟ عندي ليزر ترانسميتر هيطلق ويف من الليزر، هيطلق شعاع من الليزر كونتينوس، يبقى مش مقلص زي كده كونتينوس انتر، خلاص؟ هيروح على المكان اللي انا عايز اقيس فيه، بكون حاطط فيه سي، ماشي؟ طيب هو راح اهو، في واحد تاني اهو، يعني انا ما بطلق مش بطلق واحد، انا بطلق ايه؟ اثنين. بيتقطعوا فين؟ في المكان اللي انا ناوي اقيس فيه. ادي الاولاني وادي الثاني، ده انطلق وده انطلق. بيتقطعوا مع بعض هنا. لما اتقطعوا مع بعض الليزر الاولاني وقف قويه والليزر الثاني وقف قويه. هيتفعلوا التو ويفز مع بعض. هيحصل باترن اللي انتوا شايفينه ده. ايه؟ مناطق بتضيق قوي بسبب ان حصل كونستراكتيف انترفيرنس، ومناطق بتطلع قوي بسبب ان حصل كونستراكتيف انترفيرنس. السيت بتاعك معدي. هيعدي على النقطه المضيئه يبعت لك سيجنال عاليه، ويعدي على النقطه المظلمه يبعت لك سيجنال ايه؟ منخفض. يديك الباترن اللي انت شايفه هنا ده. عمال ايه؟ ينور ويطفي ينور ويطفي. زي ما انت شايف بيعدي على نور ينور بيعدي على ظلمه بيطفي. طيب انا عارف المسافه بين الظلمه والظلمه والنور والنور. المسافه دي انا عارفها. خلاص؟ من معلوماتي للمسافه ومعلوماتي للزمن اللي هو المسافه انا عارفها عشان حصلت الرصاص بتاعي. من البلس اللي طلعت عرفت هو قعد ربع ثانية بين الظلمة والظلمة أو بين النور والنور، يبقى أنا جبت الزمن وأنا عارف المسافة بقى إيه؟ السرعة. تاني يبقى أنا عندي جهاز بيطلع شعاع كده وشعاع كده، هيتقطعوا مع بعض هنا، هيعملوا بقى مناطق مظلمة ومناطق مضيئة بسبب ديستراكتيف انترفيرنس وديستراكتيف انترفيرنس. السيت اللي أنا حاطه في إيديا هيخترق هذه الأمراض. المسافه بينها معلومه، الزمن هيتقاس، جبت السرعه، عايز معينه؟ مش عايز معينه، دقيقه طريقه دقيقه هي ادق طريقه اصلا فيهم كلهم، مش عايز معينه. طب البيئه اللي عايز معينه؟ ايه؟ البيئه اللي عايز معينه لسه شاكين. معينه بند واحد بس اللي هو عامل التكنيك. بس مش انت الصوره بتظهر عندك على السنسور، لازم تبقى عارف بس تجيب مسطره وتصورها وتعرف معامل التكنيك دي بس. الهوت واير عايز معايا؟ طبعا. مش كده؟ طب هنا اس نقطة ولا اس في؟ نقطة. طب جبت مين والستاتيك، يعني جبت مين فلكتويشن ولا مين بس؟ مين وفلكتويشن. السبيشال روش عالية ولا صغيرة؟
السبيشال موشن ممتازه لان باريس نقطه كل دي حاجه صغيره قوي في تتقاسم المكونات. طب التمبورال ريزولوشن لو حصل تغيرات سريعه تحس بيها. التمبورال ريزولوشن برضه على سوري ايس ادي برضه النموذج الثاني اهو ادي التو ويف دوت وادي باترن وادي السيجنال ايه؟ بتطلع ماشي؟ السيجنال اللي بتطلع دي بتقول عليها بيرست بتقول عليها بيرست. هيجينا بعض مشاكل من انه اثنين سيت يعدوا مع بعض. لو اثنين سيت عدوا مع بعض حظك وحش مش هتعرف لازم واحد بس اللي يعدي على التايم. لو اثنين دخلوا عدوا مع بعض هتبقى مش هتبطل ماشي؟ فبحتاج اثنين يعني واحد بس اللي يعدي. ببساطه خالص ادي الجهاز قربت منه شعاعين مشوا دخلوا مع بعض طفوا. هل السيل؟ السيل راح عامل استضاءه. الاضاءه اللي راجعه اتلمت على فوتو ديتكتور واتعمل لها اناليز. تاني ادي جهاز طلع شعاعين مشوا ادي الاولاني وادي التاني قطعوا مع بعض قبل السيل ماشي؟ التفاعل بين السيل وبين الويتس كلها رجع الاضاءه الرابعه تاني لميتها على الفوتو ديتكتور وعملت اناليسيز. من الاناليسيز طلعت الزمن بين البيك والبيك وانا عارف المسافه بين البيك والبيك قسمت طلعت الكلاسيك. ممكن احسن شغلات تداخل بين الخارج والداتا مثلا؟ قول تاني؟ ممكن احسن تداخل بين الليزر الخارج والداتا. انا قاصد التداخل باشمهندس بيقول لي هو ممكن خد بالك. انا قاصد انه ده وده يتداخلوا ويعملوا الباترن ده. انا قاصد كده عشان ده اللي هيديني البيرس. بس انا عايز ودي موجوده حبايب السي دي بس اللي تعدي هنا مش اثنين قعدوا مع بعض. يا دكتور ماشي؟ لو اثنين قعدوا مع بعض هتطلع لك سنه دي مشوهه. يا دكتور مش ده احتمال وارد ان اثنين يقعدوا مع بعض؟ اه. والتاني؟ مش احتمال وارد كبير في الفلوس؟ سؤال جميل. بص احتمال وارد دي تعدي معاهم بس دي مش مهمه لانها مش معديه في ايه؟ في الفوز. طيب لو كتير قعدوا مع بعض يبقى انت ببساطه هترجع للجهاز اللي بيرش السي خليه شويه. ده اللي هنعمله ماشي؟ بتقلل كمية السي شويه. طب لو مفيش حاجه عدت خالص هنزل قطع شويه ماشي؟ ايوه هو السي سورس اللي هو السموك اللي انا السموك او زيت الزيتون او في حاجات كتيره بتصنع كتير وده علم ذاتي مش عارفه فين دلوقتي بس اسمع لو الباترن دول مثلا عدل على السي عند السي عند قلب الباترن هل هيقدر يعمل ده؟ بقول لك لو اثنين قعدوا مع بعض البرست دي اللي اسمها جوبنر برست دي هتتفقد هتتشوه. انا مش عايز اثنين يقعدوا مع بعض. لو التاني معدي بعيد خلاص. لو بعيد خلاص المهم ما عنديش في الحته دي. في الحته دي انا عايز واحد بس. طب لو جالي اثنين قلل كميه السيت ده شويه. ولو ما جاش دوت خد بالك هتواجهك مشكله هجاوبك. هتواجهك مشكله انا متعود الداتا تطلع ازاي؟ عند زمن اكس نقطه 2 اكس نقطه كمان 3 اكس نقطه كمان. هل هم هنا هيطلعوا بالنظام؟ الداتا هنا هتطلع بالنظام؟ ده هيجي نقطه. الله اعلم النقطه الثانيه امتى. انا ما اعرفش فاهم؟ معكمهاش. النقطه اللي وراها ممكن تيجي وراها على طول ممكن تليق حسب السين دي هتيجي امتى والسين اللي وراها امتى. ها فالداتا ما هياش متساويه مش كل الانترفال متساوي فاهم؟ ايوه. طب كل ما ازود على عدد الليزرز يعني عدد السين ايوه المفروض تبقى احسن ولا بتفرق؟ هتفضل تتحسن معاك لغايه ما يبدا كذا نقطه يعدوا جوه نفس الميجر في الفوليوم بتاعك. لما ده يحصل هتفضل في اوبتيما اه هتفضل تتحسن معاك لغايه ما ولا اللي جاب فين. طيب حد ما كتبش اسمه؟ ايه؟ ما ينفعش اعرف ليه؟ نعم ارفع صوتك. اه المسافات اهي يا فندم. اهي المسافات دي انت عارفها من الجهاز. الجهاز بيقول لك لو استعملت العدسه دي مع الضوء ده مع الكونفجريشن ده المسافه كذا. انت في الجهاز ولا دي خاصيه من خصائص الجهاز؟ ولا؟ لا خاصيه ثابته. خاصيه ثابته المسافه دي خاصيه ثابته.
احنا عندنا في المعمل مدينه اثنين تعيش واحده كبيره وواحده صغيره علشان نديك رينج من الدروب. ايوه الفلو ميجرمنتس الفايف فور برو
بتقيس في الياو بلين وفي الاني بلين كمان. الياو والبيتش. الفلو ميجرمنت الهوك هو الانوميتر بيعوز ولا ما بيعوزش الفلتريشن؟ بيعوز. بينما الانت ايه؟ ما بيعوزش. ليزر يعني ايه؟ دي عامة المحاضرات. لايت امبليفيكيشن لايت سيجريت ديفينيشن اوف ستراتيجي. عندك في المحاضرة. ده مسألة على اليوتيوب على الناس على مسألة على اليوتيوب بقول لك اليوتيوب مرامتر وده البريشر الدفرنشال في الهواء والدنس بتاع الهواء والدنس بتاع المبيت الفلويد وبقول لك احسب الدفرنشال بريشر لو الهايت 6 سم فالهايت هو الرو بتاع المرامتر ناقص الرو بتاع الهواء في جي بي ده اللي هي رو جي تلتا اتش بس الرو الحقيقية اللي بناخدها يمين فلو انت بتحاول تقول رو جي تلتا اتش هي في الحقيقه الرو بتاع المانومتر ناقص الرو بتاع الهواء. ماشي؟ في الحقيقه الرو بتاع المانومتر ناقص الرو بتاع الهواء. طب ليه انت ما سمعتش الكادر كده؟ لان الرو بتاع الهواء هو مبالغ بالنسبه للرو بتاع بقول لك باستعمال هيت سكتش ارسم نموذج ايه؟ اندكتيف سنسور ايز الروز. اندكتيف سنسور ايز الروز. فاكر الال دي تي؟ هجيب منه البوزيشن وافضله اجيب في البلاصه دي افضله ازاي؟ كوب ام كوب ام بسيط بيعمل عليه تفاضل البرنول ايكويشن عيب قوي قوي ما تبقاش عارف الاسامبشنز بتاعتها الاسامبشنز بتاعت البرنول ايكويشن هي ايه؟ ستيدي ريتمي ستيدي وبروفيسور وورك مفيش تكشن مفيش شارت وورك ومفيش هيت جنريشن ماشي؟ وعلى ستريم لاين انفست فلو بعض الليمتيشنز على البيتوتيو شرحناها في بعض المحاضره بعض الكاركترستكس بتاع ليزر لايت